نتوقف كما عودناكم عند مختلف محطاتنا ونعرج على أحداث الساعة بالتحليل والنقاش. أما البداية فستكون بجديد الوضعية الجوية، حيث ستستمر الأجواء الحارة بالولايات الجنوبية لتقارب 47 درجة تحت الظل بولاية أضرار. وتفاصيل أكثر بخصوص هذه الوضعية اليوم ويوم غد الجمعة تنضم إلينا أمينة صحراوي. مساءك سعيد أمينة صحراوي، هل لك أن تضعينا في صورة حول الوضعية الجوية بعدد من ولايات الوطن وخاصة منطقة الجنوب التي تعرف ارتفاع متواصل لدرجات الحرارة؟ تفضلي أمينة. تفضلك حاجر، مساءك سعيد، مساء الخير لكامل المشاهدين. كما تشوفي رياح قوية تخص السواحل الوطنية تقدر تلحق حتى 40 كيلومتر في الساعة، كما تشوفي الريح والغبار. قبل هذا هاجر نذكروا بموجة الحر اللي لا تزال تجتاح الجنوب، وين درجة الحرارة تفوق 47 درجة مئوية خاصة بوسط الصحراء وكذلك بأضرار. غدوة ثاني الحر سخون، درجة الحرارة تلحق حتى 47 درجة بأضرار وكذلك بعين صالح. فيه ثاني أمطار يعني حيتبدل الحال مقارنة بشهر جويلية اللي شهد نقدر نقولوا أنها أجواء مستقرة مع موجات حر كانت قوية، درجة حرارة كانت جد مرتفعة. خلال شهر أوت إن شاء الله حنعيشوا حالة من عدم الاستقرار، حتكون فيه أمطار، فيه أمطار إن شاء الله اليوم في الليل ثاني بأقصى الجنوب نحو الهوغار. غدوة ثاني إن شاء الله حتكون فيه أمطار على المناطق الداخلية الوسطى والشرقية الشرقية والأوراس، حتكون أمطار هذه إن شاء الله معتبرة. أمطار ثاني حتخص أقصى الجنوب نحو الهوغار والتاسيلي. باقي المناطق الجنوبية حتكون فيه إن شاء الله أمطار، حالة من عدم الاستقرار، لكن الأمطار يعني تكون بأقل حدة يعني بشمال الصحراء وكذلك بمنطقة بشار. رياح معتدلة نسبيا غدوة إن شاء الله تنقص مقارنة باليوم، تلحق حتى 30 كيلومتر في الساعة. على المناطق الجنوبية ثاني كيف 30 كيلومتر في الساعة، دائما بالجنوب فيه تطاير للرمال محليا. فيما يخص درجة الحرارة بالشمال تبقى تقارب معدلاتها الفصلية، تبقى مرتفعة كما قلت لكم بالجنوب خاصة بأضرار وكذلك عين صالح. في حالة كما دائما ننصح ونعود إلى المشاهدين أنهم يتجنبوا تعرض لأشعة الشمس. غدوة يوم عطلة هاجر عن كامل الجزائريين وكامل الوجهة، خصوصا أنا في فصل الصيف الوجهة إلى البحر بإذن الله. غدوة إن شاء الله البحر راح يكون هادئ على طول الشريط الساحلي، ساعات يكون قليل الاضطراب خلال الصبيحة على السواحل الغربية للوطن، الرؤية تكون رديئة، علو الأمواج ما يكونش طالع بزاف. عموما غدوة البحر شباب، ننصحكم كامل بالتوجه إلى البحر. أكيد من الصحراوي، جزيل الشكر لك على التفاصيل التي قدمتها. وكما أشرت فقط بأن تساقط هذه الأمطار التي أشرت إليها لا يعني انخفاض في درجات الحرارة هكذا خاصة بالمناطق الجنوبية؟ لا يعني، ربما يكون تراجع طفيف لكن لا يعني أنه راح يكون فيه، هي أمطار رعود موسمية نشهدها يعني ككل سنة. الأمطار هذه حاليا هذا العام راح تخص الجنوب وكذلك الشمال، إن شاء الله حتكون أمطار خير إن شاء الله، ويرجى كذلك أخذ الاحتياطات خصوصا أن الأمطار حتكون معتبرة بالمناطق الداخلية الشرقية والأوراس يوم غد. بالطبع من الصحراوي، جزيل الشكر لك على هذه المداخلة والتفاصيل التي قدمتها.